بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم دائما الأستاذ صالح حسون صلاح الدين، مركز جامعي إيماني. إذا نواصل سلسلة المحاضرات، محاضرة سابعة حول معادلة جودة، معادلة وجدول تحليل التباين وعملية التنبؤ في نموذج الانحدار البسيط. ستكون هذه المحاضرات تطبيقية أكثر من محاضرات نظرية. إذا أولا، معادلة تحليل التباين نحتاج إلى 3 أمور، هو معامل تحديد، دراسة جدول تحليل التباين، وإحصائية فيشر. إذا معامل التحديد هو فيما يخص معرفة النسبة التفسيرية للنموذج، هل كما نقول المتغير X يفسر النموذج ب 60%، 70%، 80%، احنا ما نعرفوش، ندرسوها بمعامل التحديد. إذا دراسة جدول تحليل التباين يشوف أن الفرق بين 3 عناصر مهمة، وهو الفرق بين الأخطاء، الفرق بين المتغير المستقل، والفرق بين المتغير ككل. دونك هنا بطبيعة الحال الأخطاء زائد المتغير المستقل هما اللي يشكلون النموذج ككل. وإحصائية فيشر ندرسوها كاختبار لمعنويات ككل، لمعنوية المتغيرات الكلية فيما يخص النموذج. كان احنا جميع المتغيرات هل هي معنوية أم لا، ماشي كمان معامل المعنوية ولا اختبار المعنوية، دي كل معلمة بوحدها. هنايا كما نقولوا يكونوا مع بعض، ممكن نستعملوها كمعنوية كلية ولا جودة النموذج، وممكن نستعملوها في هل النموذج يخضع لعملية التنبؤ أم لا. من بين الأمور التي يجب أن تكون محترمة في معادلة تحليل التباين، يجب حنا برهانين. البرهان الأول لازم يكون عندنا واحد المجموع أو مجموع الطبقات تكون يساوي الصفر. حنا دائما كيكونوا تحاسبوا في النموذج بعد التقدير، لازم هذاك المجموع أو تي يكون يساوي الصفر. وحنا كيكون البرهان تاعها ناخذ النموذج المقدر الآتي، نقوم بإدخال عليهم لاصوم المجموع. دونك هنا ممكن في لاصوم ما هنا كما A0 نعوضوها بالمعادلة تاع طريقة مربعات صغرى. تعرفوا بلي A0 شابو يساوي Y بار ناقص A1 في X بار. دونك تعوضوا بهذه. إذا في طبيعة الحال كي تكونوا تعوضوا من بعد تكونوا نقسموها على N، بالتالي في الاخير كنا نختزلوا كل عنصر مع عنصر، وتعطينا في الاخير مجموع يساوي صفر. ديجا البرهان موجود ان شاء الله في المطبوعه، تكون مطبوعه سواء مطبوعه الاستاذ صالح حسون، ولا تلقاوها في بعض الكتب الاقتصاد القياسي. ثم لدينا برهان ثاني، لازم ان ماذا بينا احنا في النموذج يكون مجموع التباينات النموذج المقدر يكون يساوي مجموع تباينات النموذج الملاحظ ولا الحقيقي، معناتها القيمة المقدرة تكون مقاربة للقيمة الحقيقية. دونك هذه لازم البرهان الثاني برهان عليه. دونك ناخذ او تي اي الفرق بين النموذج الملاحظ والنموذج المقدر، نقوم بإدخال عليهم مجموع. هاي بالتالي ممكن مباشرة هنا او تي باعتبار البرهان السابق مجموع او تي يساوي الصفر. اذا احنا نستخلص ان مجموع ايبسي ايكراك تي يساوي مجموع ايكراك تي شابو، معناتها مجموع تاعهم يكون يساوي طبيعة الحال مجموع النموذج الملاحظ يساوي النموذج المقدر. وبالتالي المتغيرات، وحنا ما نقدرش نقولوا مباشرة، كيكون زعماتي في بعض الاحيان كيكون 100%، مثلا المتغيرات المفسرة تكون تفسر النموذج بصفة 100%، أي ايرو كار يكون يساوي 1، فهذيك الحالة بطبيعة الحال إكراك تي يكون يساوي هذه. بصح حنا كيكون عندنا المجموع ديالهم يكون متساويين، بطبيعة الحال تا الوسط الحسابي يكون متساوي. دونك الوسط الحسابي تاع هذا ولا الوسط الحسابي هذا يكون متساوي. طبيعة الحال هنا نستخلص أن لاستخراج مجموع تباينات المتغيرات المستقلة ولا المتغير المستقل، هنا يجب تطبيق هذه العلاقة. قال هنا مجموع إيكراك تي ناقص إيكراك تي شابو 2 يساوي إس سي أو. هاي هذه إس سي أو مجموع المربعات التباينات، مجموع تباينات المتغيرات المستقلة. عندنا عاود إس سي تي مجموع المتغير الكلي للنموذج ككل التباينات ديالو. هاي هذول الانحرافات. بطبيعة الحال عندنا إيكراك تي ناقص إيكراك تي الوسط الحسابي 2، وعندنا الإس سي أر هو مجموع الأخطاء، مجموع إس تي أو كاري يساوي إس سي أر. دونك نجمع نقوم بحساب هذه المعاملات اللي تشكل معاملات جدول أنوفا. بطبيعة الحال اس تي اس زائد اس ار. دونك حنا نعرفوا باللي للنموذج ككل هذا. اذا نبداو هذا الشيء معاهم، ناخذ هذه الدراسه. مثلا عندنا اكس واي راك، نقدر نطبقوا عليها في الايبيوس صحيح كالشكل الاتي. نستخرج ديريكت النموذج المقدر اكس مباشرة. اذا احنا هنا اللي نحتاجه، الشيء اللي نحتاجه كثيرا، اذا احنا الاستخراج هي اول شيء ممكن نحتاجه نموذج تقديرية هاي ممكن نحتاجوها كما طبيعة الحال. اذا هنا هذه البريزونطاسيون تاعها، اذا احنا هذا النموذج قدرنا نضع في هذه هنا.
ممكن نحتاجو قال مباشرة لو ريزيدو قال احنا هنا المتبقى ديالهم غنوضعو هنا سلسلة تاع او تي صح. طبيعة الحال هنا متنساوش بلي هنا نعوضو عفوا نعوضو فيرجل بالنقطة. إذا هنا يتم تعويضها عفوا نقلبو فيرجل عفوا. إذا هنا غومبلاسي صح هنا عندنا او تي سي بون. دونك حنا كنقدرو نحسبو الاس سي ار تاعنا هذا مجموع او تي مربع قال هادي اس 2 صحيح كان هادي اس 2 قال هنا الصوب ديالهم كنقدرو نحسبوها نتوما بطريقة تاع الجدول ممكن تحسبوها ولا ممكن تستعمل اكسل باش تستخرجوها. إذا عندنا عاود الاس سي تي الاس سي تي عندكم شوف ايكراك قدرتو تستعملو لاماين تاعهم صحيح يعني ديالو. اذا هنا نستخرجوا هذا الوسط الحسابي للإيكغاك الوسط الحسابي لإيكغاك. اذا هنا نحسبوا الاوساط الحسابيه للمتغير التابع هنا هذه 2 ناقص 5.5 دونك يتم تكرار دائما نفس البيانه. اذا هنا نعاودوها لعدد مشاهدات 10 هاي دونك بطبيعه الحال كي نوليو عاود في الباوربوينت لاحظوا هنا الاس سي تي عندكم ايكغاك تي ناقص ايكغاك تي بار عفوا وهنا تكون اس 2 بطبيعه الحال هذه اس 2. اذا نتحصل على بين قوسين ايكغاك تي ناقص ايكغاك بار اس 2 بطبيعه الحال هنا نحتاج الى الصوم ديالهم تعطينا 46.5. دونك حنا الاس سي او ممكن نستعمل 46.5 ناقص هذه القيمه تحصلوا على هذا هو الاس سي او. ولا يا جماعة قد مباشرة نستخرج الفيتد معناتها النموذج المقدر مثلا هنا نوليو الايفيوس ولا نقدر نطبقوا هذه العلاقة قال هنا هذه العلاقة قد نديرو هنايا فيركول مثلا نديرو هنا فيركول هاي قال هنا نفذ هذه المعاملات نحطهم هنا هاي مثلا قال هنا تساوي وهنا اكس نضربها في هذه في القيمة الأولى. إذا هنا نتحصل على إيكغاك شابو ما تنساوش بلي هنا الوسط الحسابي ديالو تقريبا هنا متشابه ولكن نديرو لا موين هادو بلي تقريبا نفس القيمة صحيح هادي 5.5. إذا هنا الوسط الحسابي تاع العادي يساوي الوسط الحسابي تاع إيكغاك شابو. إذا هنا ما تنساوش بلي نديرولهم أس 2 أس 2 ونجمعوهم آخر نقطة. إذا عفوا قبل ما نجمعهم أنا ناسي العملية تاع الأوساط الحسابية. إذا هنا خمسة أنا كشت السكور قلت نغطي في الحساب. إذا هنا نقوم بالأوساط الحسابية هاد الأوساط الحسابية هما اللي نديرو لهم أس 2. إذا يتم جمع هاد البيانات إلى آخره كان تعطينا قيمة نفسها. لاحظون هنا هنايا اس سي ار 29.99 اس سي تي 46.5 و اس سي او 16.50. دونك هنايا في الباوربوينت هنا تحصلنا على هذه القيمة تحصلنا على هذه القيمة تحصلنا على هذه القيمة وانا باش تلاحظوا معايا عندنا الكاي سي واحد هنا اكس تقدروا تعوضوا هنا في المربعات المتوسطة. دونك عندنا اس سي ار عندنا ان 10 ناقص 2 8 دونك 8 هي تمثل درجة الحرية. اذا عندنا الكلي هنايا ما عندناش المربعات المتوسطة عندنا 10 ناقص 1 هي 9. إذا هذا فيما يخص كيفية استخراج جدول أنوفا ومعادلات تحليل التباين. ننتقل إلى معامل التحديد أنا ملاحظ التحديد تقريبا في النموذج الانحدار البسيط تقريبا عندنا ثلاث قوانين عندنا قانونين أصليين هذا القانونين الأصليين سواء تحسبوا الأس سي على الأس سي باش تعرفوا النسبة ولا تحسبوا إيرو كاريو سي واحد ناقص أس سي على أس سي تي. دونك هذه النسبة اللي راكم تلاحظوها تمثل لنا النسبة التفسيرية للنموذج ككل. دونك ما شرحت لكم قلت لكم هنايا النسبة ماناش عارفين شحال المتغير المستقل اللي قد يتسبب في وقوع المتغير التابع. دونك ماناش عارفين مثلا 40% 30% إلى آخره. وقد نجيب هذه العلاقة من خلال الارتباط بين معامل التحديد ومعامل ارتباط المربع أس 2 صحيح. دونك هنا ممكن نطبقوهم في كلاتا كاش مشكل نطبقوهم في كلاتا. تلاحظون أن هنا مثلا كنديرو الأس سي أو هاو هادي قسمة عفوا أس سي تي إذا تعطينا قيمة تقريبا 35.5%. نعاود نفس العملية بالنسبة للأس سي آر هاو هادي نعملو واحد ناقص قيمة الأس سي آر
قسمت اس تي، راح يدور مني نفس الشيء نفس سكور. اذا ولا نحسبه مباشره معامل الارتباط، لاحظوا معايا معامل الارتباط ممكن نحسبه القيمه تاعهم مباشره بالاكسل، او هذه كوريلاسيون بيرسون، بون كوريلاسيون كوفيسيون دو كوريلاسيون. هذه كان لا ماتريس الاولى تاع ايكغاك، كان هنا بوان فيركول لا ماتريس 2، ما قدرتش نطبقوا عليها القانون اللي شفناه في المحاضره الاولى المحاضرة الرابعة عفوا، لأن مباشرة أعطينا هذه القيمة. إذا هذه القيمة تعطينا معامل ارتباط نديروها أس 2 تعطينا القيمة نفسها. دونك تلاحظوا هذه وهذه وهذه، هنا ثلاث قوانين هنا راها متحصلين عليها يا جماعة. دونك هنا معناتها 35.5% من متغير المستقيل يفسر النموذج ككل، وهي نسبة ضئيلة. خاطر علاش؟ حنا في المعامل التحديد لازم تكون عندنا قيمة 0.6 باش نقول النموذج مثالي، لازم تكون يساوي 0.6 فما فوق. هنا ممكن كي تكون أقل من 0.6 تشكلنا مشكلة في المعنوية، ممكن هنا هذه الظاهرة تاع إكس لا تفسر ظاهرة إكراك بصفة جيدة، ممكن تسبب لنا في عملية تنبؤ تكون غير فعالة إلى آخره. دونك هنا مشكلة قياسية قد تعطينا نتائج منحيزة ونتائج لا تعبر عن الظاهرة المدروسة، لهذا كي تكون أقل من 0.6 لا تعبر عن الظاهرة المدروسة. والباقي تقريبا 64.5% تكمن في المعاملات الخارجية التي لم يتم إدماجها في النموذج، أو البواقي أو الأخطاء الواقعة داخل هذا النموذج. إذا هذا فيما يخص معامل التحليل. ننتقل إلى فيشر. هنا الفيشر ندرسوه هنايا، قلت لكم فيشر قد ندرس جودة النموذج، معلومة النموذج ككل، ولا عملية التنبؤ. نضع فرضيتين، تاخذوا هنا اس يساوي صفر، اس يختلف صفر، ولا تلاحظون ان هذه ممكن احنا تلقاو الا زيرو ممكن نحذفوها، نقولوا ا ان يساوي صفر، ا يختلف صفر. في النموذج الانحدار المتعدد تختلف، هنا يقول على الاقل ا ان ولا ا دو تختلف عن الصفر. هنا كي يكونوا في نموذج انحدار متعدد نشوفوا هذه الحالة. دونك حنا في نموذج انحدار العادي ممكن الا زيرو نحذفوها في هذه الحالة، ما فيهاش مشكل. إذا احنا القوانين عندك ثلاثة تهوما، دونك ماشي حاجة اللي حاجة بسيطة. عندنا قانون يرتبط فيشر مع اس اي ولا اس ار، ممكن فيشر يرتبط مع ارو كاري هنا، وممكن فيشر يرتبط بالتي ستودنت تاع ان. طيب دونك انا نقدر نحسبوا الاولى فيشر، مثلا عندنا فيشر اس اي على اس ار قسمت ان ناقص 2، نقدر نطبقوا هذا القانون الاول. طيب كمثلا هنا الاس اي كانت عندنا هذه والاس ار طيب حسبنا مثلا هنا هذه قسمة مثلا هنا 29 قسمة 8، هذه 4.44، هذه بالقانون الأول. ممكن عاود نمشيو تا أرو كاري، قال أرو كاري هذه قسمة 1 ناقص هذه القيمة قسمة، هنا نسينا نفتحو قوسين ناقص قوسين قسمة 8، نلقو القوس غير الاخرى نفس القيمه صحيح 4.40 4.40. قدرت نستعمل هذا القانون الثالث اللي يكون ممكن احنا بون ما كناش على واحد الشيء، هذه يا جماعه تكون ممكنه علاقه معامل الارتباط مربع وقانون معامل التحديد، هذه العلاقه تكون محققه الا في نموذج انحدار بسيط. نموذج انحدار متعدد ما تقدرش ديروها. نفس الشيء هنا فيشر، هذه العلاقه الاخيره تاع تي ستودنت اس 2 وفيشر تكون محققه الا في نموذج انحدار بسيط، ما تكونش محققه في نموذج انحدار متعدد فقط. طيب اذا ممكن نطبقوها هذه. اذا قلنا تحت تي ستودنت، تي ستودنت تقدروا تحصلوا عليها بون ولا نحسبوها، ولا مباشره نجبدوها من هنا من الايفيوس. ها هو تي ستودنت تاع 2 تقريبا، هنا 2.09 اس 2 حتى هي تقريبا تعطينا نفس القيمه. دروك راكم تشوفوا بلي ثلاث قوانين عندنا نفس القيمه. ده دائما هذا الاختبارات الاحصائيه في فيشر. مثلا هنا نرجع الى فيشر المجدول، ناخذ المطبوعة أو تقدر ترفدو أي كتاب فيه جدول فيشر، نقراو القيمة تاعو. طيب إذا هنا قيمة تاع فيشر مباشرة عندنا نقراوها واحد، هذه درجة تاع في أن واحد الخطر كايس واحد. عندنا هنا الفي دو درجة الحرية مناش عارفين شحال، عندنا درجة الحرية هي 8، دونك هنا قيمة تاعو ها هي 5.32، و كاي سي واحد عند مستوى 5%. طيب تلاحظوا انها مستوى 5%، دونك هنا جماعة عندنا 5 فاصل، اذا شحال قلنا 5.32. طيب في هذه الحالة جماعة عندنا فيشر المحسوب اصغر من فيشر المجدول،
إذا أنا كي نجي نوضعوا الفرضيتين اللي تكلمنا عليهم، نقبل الفرضية الصفر، ما نقبلوش اش واحد. يمكن تأكد ذلك من خلال الإيفيوس، الإيفيوس كتشوفوا هنايا المعنويات تاعو هنا راهم كبار على 5%. بطبيعة الحال أنا نقبل فرضية الصفر عند مستوى 5% ونرفض فرضية اش واحد، وبالتالي النموذج معنويا لا يعبر النموذج ككل، لا يعبر عن جودة النموذج، ولا يمكننا استعماله في عملية التنبؤ. إذا نحن معليش بالرغم أن لا يمكننا استعماله في النموذج ولا عملية التنبؤ، يمكننا القيام بعملية التنبؤ كالآتي. دونك انا نتكلم في الفولي الاخير في عمليه التنبؤ في النموذج الانحدار البسيط. بون انا ما نقدرش نطبقه على هذا التمرين، هذا التمرين لا يخضع، لا ليس لديه الشروط الاساسيه للقيام بعمليه التنبؤ. اذا احنا باش نوريكم المثال، كان احنا نفرضه كان مثلا هذه القوانين، نفرض ان مثلا هنا كان هنا إيكراك كان اصبحت 15، عفوا اكس اصبحت في اللحظه 11 15، تقومون هذه 15 تعوضون هنا اين هناك معادلة التقدير هنا، صحيح معادلة التقدير طبقوها هنا في 15 وتحصلوا على قيمة مقربة، هذه يقولوا لها إيكراك 11، هذه هي القيمة، هذه تكون شابو، عفوا هنا تكون شابو، خاطر هذه القيمة المقدرة في الفترة المستقبلية، هنا إيكراك 11، صحيح؟ إذا هنا تكون في إيكراك 11 المقدرة. إذا توضعوها هنا تحسبوا له تي ستودنت ديالو، تي ستودنت ديالو هنايا المجدول تقريبا عند 8 نقراوها 2.306، قال هنايا عند تي يساوي درجة الحرية 8 تلقاوها 2.306، هذه درجة تي ستودنت ألفا 5% ودرجة الحرية 8، دونك هذه تي ستودنت، دونك هاي القيمة إيكراك شابو 11. تبقى لنا سيجما تائية الآخر، هذه تقدر تحصلوا عليها بسهولة. عندنا الاس سي ار، عندنا الاس سي ار قانون تاعو، عندنا هذه التباين تاع الأخطاء على شوية، الاس سي ار قسمت درجة الحرية 8، صحيح. عاود في الأخير ما تنساوش ديروا لها راسين، خاطر هنا راه عندكم تباين تاع الأخطاء، وهنا لازم في القانون نحتاجوا انحراف معياري للأخطاء 1.1، هذه انحراف. يبقى نجمع نحسبوا هذا اللي راه بين القوسين. إذا هنا ممكن في عملية التنبؤ أن واحد على أن واحد على 10، صحيح، ونحسبو هذا. قال هنا إيكراك شابو، عفوا شوفوا فرع عندنا 15 مثلا، هنا نقوم ب 15 ناقص قلنا إيكراك شابو. إذا هنا ما ننساوش بلي عندنا الوسط الحسابي ديال إيكراك إكس ما حسبناهش. إذا هنا يمكن الحساب بهذه الطريقة لا بغيان، دونك 9.7. إذا حنا مباشرة عندنا قيمة 15، قيمة الإكس المستقبلية ناقص الوسطية الحسابي الكل أس 2، تحصلوا على هذه القيمة، هاو هذه نوضعوها هنا في البسط هذا، صحيح. عاود لتحت عندنا مجموع حسبنا الشهادة، طب كيكون نخدمه بالجدول ممكن نحسبوها. إذا حنا مباشرة نجمع نحسبو هذه القيمة اللي قدنا، دونك أنا نديرو تقريبا 10 ناقص دايما نكرر الوسط الحسابي تاع إكس إلى آخره، عاود منساوش أس 2، وفي الأخير نديرو المجموع ديالهم، نبقى نضرب التطبيق. إذا عندنا 72.1. إذا جمعنا هنا بشوية نلخص البيانات، هنا كي حسبناها جماعة، هنا إيكراك 11، هذه إيكراك 11 مثلا هنا إيكراك 11، ماشي هذه، هذه لاماين، هذه إيكراك 11 حسبناها، خصنا نفرضو إكس، الحاجة الأولى إكس تاع 11 تكون مفروضة، وتستعملوا أ زيرو أ أن اللي تكونوا ديجا استخرجناها في نموذج الإنحدار، كنا قدرناها ها هذي، دوك هاد القيمة تعوضو هنا 15، كي عوضناها خرجت لنا هاد القيمة. هذه إيكراك 11 المقدرة 8.03، صح نوضعها هنا، نوضعها حتى هنا، زائد ناقص تي ستودنت المجدول، قلنا تي ستودنت ألفا 500 وهنا 8 تعطينا 2.306، نوضعها هنا في انحرام معياري للأخطاء شوية. دونك انحرام الأخطاء شوية جبرناها من الأس سي آر، عندنا قانون تباين الأخطاء سيجما إبسيلون أس 2 يساوي مجموع تي مربع قسمة أن ناقص 2، هاو هذه
طبقنا هذا القانون وحصلنا على القيمة. ثم هذا القانون دلنا لراسين ولا دلنا انحراف، دلنا الجذر إذا تحصلنا على انحراف معيار الأخطاء العشوائية. بين قوسين هنا عندنا جذر 1/10 زائد هذه القيمة كنا حسبناها هنا جمعها، كانت عندنا تقريبا 28.6، خاطر درنا 15 إيكراك 11 إكس 11 عفوا كانت 15 ناقص إكس وسط الحسابي البار 9.7، درنا 15 ناقص 9.7 أس 2 تعطينا هذه القيمة قسمت هذه القيمة 72. إذا هنا مباشرة نجمعها، نقوم بتطبيق 28 قسمت 72، إذا هنا تحصلوا على هذه. دونك هنا لاغاسين عفوا لاغاسين، دونك هنا نوضع لاغاسين بين قوسين عندكم 1/10 صاي تبلو القوس زائد هذه القيمة صحيح حسبناها تاع إيكراك حدا إكس 11 عفوا ناقص إكس بار 2 قسمة مجموع الأوساط الحسابية المربعة حسبناها زائد 1. إذا هنا عندنا قيمة هذه، إذا صحيح هذه القيمة 1.22 نضربوها في الانحراف المعياري لهذا صحيح ونضربوها في تي ستودنت. إذا هنا القيمة تاعنا تاع 8 فاصل آخر ممكن تكون عندنا ناقص هذه القيمة و 8 هنا تكون عندنا زائد هذه القيمة. نعم ما هذه تكون قيمة منحيزة لخاطر قلنا ديجا سابقا فيشر راه منحيز. طبيعة الحال هنايا عند مستوى ألفا 5% ممكن حنايا نحصل قيمة تنبؤ المنتظم المتابع في المستقبل بين هذه القيمتين، ولكن هذه العملية منحيزة لأن فيشر كنا قبلناها سابقا أنها لا تقبل عملية التنبؤ. إذا شكرا لكم وإلى اللقاء.